بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أعترف بهذا الرئيس اللي جاي لينا بالغش والتدليس، وجايين وبيقولوا هيصلحوا حالنا، وهم شالوا الدعم عنا، وكمان منعوا أخويا حنا علشان ما يدليش بصوته، وخيروه بين حياته أو موته. وفي المطابع الأميرية إزاي هتبقى رئيس ليا؟ وفين الوحدة الوطنية وبالورقة الدوارة دي يا جماعة؟ مش شطارة. ويفتح صدره في الميدان ويعمل لي فيها المتبتشان، تا أولادك يا عم أمريكان وولاءك للمرشد العام. ما هم دول الأمريكان اللي أساءوا الخير الأنام، عليه الصلاة عليه السلام. وشال النائب العام وهنقول على مصر السلام، وأقسم في الجامعة وفي الميدان وفي الدستورية كمان، ويرجع مجلس الشعب التعبان اللي فيه ونيس بتاع النسوان، واللي بيدن واللي بيقاكي كمان، والتطاول على الجيش والشرطة والقضاء، وده راجع للفراغ والفضا. وازاي تحنس باليمين وهتكون على مصر مش أمين، وهنكون ليكوا واقفين وترجعوا تاني مساجين. وبنتمي لجماعة محظورة وهيكون رئيس منظر وصورة، والقرار هيجي من المرشد والسيد أبو قورة. وإزاي أحس بأمان ويتحكموا فيا الإخوان، وبيعتدوا على المعارضين ليهم في المحاكم والميدان، ورئيس خريج مصلحة السجون ولا كان يحلم بأنه في يوم هيكون، وولاؤه للجماعة بالسمع كمان والطاعة. وإزاي هياخد قرار ويرجع فيه تاني آخر النهار، وقصفوا أقلام الصحفيين وقفلوا قناة دريم والفراعين، وبيصدروا الجرانين علشان كشفوهم وبقوا لنا واضحين، وعلى هواهم مش ماشيين. مبارك ما عملهاش يا إخوانا يا مسلمين. ودوان مظالم ما جابش أي شيء جديد، والظلم موجود بل كمان بيزيد، ونجح ب51% علشان ملوش شعبية ولا كاريزما سياسية، وفرضوه الإخوان عليا ومش عايزه رئيس ليا، وجايب وزارة إخوانجية ومليش عيشة في البلد دي، وشال المجلس العسكري بقرار بيقولوا عليه عنتري، وهو قرار من المرشد الولي. أنا عايز رئيس لا يفرق بين شيخ ولا قسيس، أنا مش عايز رئيس إخواني هيخليني في بلدي أعاني، وأقسم بأنه مش هيكون حقاني. وليه ما أفرجش عن إخوانه المساجين اللي كانوا بيقسموا معاه اللقمة والبطاطين؟ ما خلاص نساهم ونسي أيامهم اللي زي الطين. وصلواته اللي بيصرف عليها الملايين من جيوبنا يا مصريين، ده لا يرضي ربنا ولا يرضي بني آدمين، دي مصر فيها مرضى وكتير جعانين. وبيقول هيصلح حالنا في 100 يوم وهو نايم في العسل نوم، ومش هيخدموا إلا نفسهم ولا ومش هيوظفوا إلا إن كان منهم. ما هم دول الإخوان اللي قتلوا النقراشي والخازندار زمان، وهم دول الإخوانجية اللي بيقبضوا من الدول دي، وبغير الدولة المدنية مش هيكون لنا دية. وبقولها وبشجاعة أدبية،
مش عايزه رئيس ليا ويعمل إعلان دستوري، مش عايز رئيس فرعوني ومين وحده القطرين ومرسي قسمنا لفريقين، والصورة وضحت لينا بعد ما تحكموا فينا، وبتدمير القضاء هيبقى ايه لينا، وحقوقنا مين هيجيبها تاني لينا. وأقسمت على الدستور وعليه بتلف وبتدور، معلش وأنا آسف يا دكتور، ما تنفعش رئيس حنطور. وهيطهروا القضاء والشرطة والجيش، وهيجيب بديل ليهم، ميليشيات وتشكيلات تابعة ليهم، وغرفة عمليات المرشد بتصدر أوامر ليهم، والشعب هيقضي على أمانيهم ويرجعوا السجون بما كسبت أياديهم. وحكومة السيد أنديل وافقت على القرض المهين، وقتلوا أطفالنا الأزهريين في حادث قطار أليم، وقبلهم أولادنا العسكريين، ومش عارفين نجيب حقهم من مين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.